اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. اليوم حاحكي عن كاميرا جديده، كاميرا بتصور في ار اسمها انستا 360 اير. ليش اخترت هاي الكاميرا بالذات؟ لانه في لها عده ميزات تميزها عن باقي الكاميرات. اول ميزه واهم ميزه مثل ما شايفين بامكانك انك توصلها مباشره على الجوال، بتنزل التطبيق تبعها. في نوعين من البلاجنز، في تايب سي وفي المايكرو يو اس بي. هاي هي التايب سي. لو بنشوف ميزاتها، اذا ركزنا هون بلاقي انه هي بتصور 360، بامكانك توصلها مباشره بالسوشيال ميديا، بامكانك كمان تعمل فيها لايف ستريمينج، وفيها بعض الفلاتر وبعض الميزات. زائد انه الاهم من هاد كلياته انه هي في ار، يعني فيرتشوال رياليتي بتصور. واسمها مره ثانيه هو انستا 360 اير. انستا 360 طبعا في لها العديد من الكاميرات، ممكن نشوف اكثر من وحده منهم ان شاء الله مستقبلا، لكن حبلش بهي الكاميرا. بسم الله جينا فتحناها بهذا الشكل. شوف هون طبعا كاتبين هون هي تايب سي، اسم الشركة، المواصفات، هون الموقع تبعهم. وجينا فتحنا هي الكاميرا. اوكي هي طبعا فاضية ما فيها شيء. ولو مسكنا هي الكاميرا، هي الكاميرا جي مستخرجها من الحافظة تبعها. لو بنلاحظ طبعا هي 360 فبيكون فيها كاميرتين، واحدة اثنين عشان تصور من الجهتين وتدمجهم مع بعض. فيها طبعا حماية للشاشة، كمان بنزيلها عشان نعرف نصور. لونيهم صارت هي الكاميرا. لاحظوا مقارنة بحجم ايدي قديش، تعتبر شيء جدا صغير. طيب هلا هي طالما تايب سي فراح اشبكها بالجوال نفسه، هذا الموبايل عم اصور فيه، ونشوف شو راح تصير. لما ندور على الانستا 360 اير هون بيطلع لي اكثر من كاميرا، انا بيهمني الكاميرا اللي احنا جايبينها. فبنقول انستول. صراحه تقييمه غريب شوي انه 3.3، توقعت يكون تقييمه افضل من هيك. هي مره ثانيه الكاميرا. بنوصلها طبعا قبل ما ننزل التطبيق، يعني وصلنا صارت الكاميرا. طبعا بتضل انك تمسك الجوال بالمقلوب مشان تعرف تصور. على العموم لسه جاري تنزيل التطبيق، وبنشغل التطبيق. طيب فتحنا التطبيق، كل اللي علينا نسويه نضغط على زر الزائد. اللي بدك تسوي البوم جديد ولا لوكال البوم، لا بقول له شوت مشان يبلش يصور، بقول له يسمح باخذ الفيديو. هلا بدات بالتصوير مشان اقدر اصور بشكل صحيح. راح احط الكاميرا بهذا الشكل. لاحظوا شلون الشاشه حتكون بهذا الشكل. راح اصور هلا فيديو، وراح اصور فيديو ثاني خارجي. يا اخر هذا الفيديو اللي عم تشوفوه راح احط لكم سجستشن مشان تشوفوا الفيديو اللي صورته هون. انا مصور كل شيء موجود من رافع اصبعتي كنت. اوكي يمكن طبعا احط عصايه السيلفي او لا، فيني بعدين احطها بهذا الشكل. تمام بامكاني احط الجوال بهذا الشكل. بايام بالشغله الاخيره بدنا نشوف خلصنا من هي. اخر شيء بس بايام نشوفه هي في محرمه لمسح العدسات. تمام وفي كتير عن المواصفات والاستخدام. اوكي هي هي كل العلبه. طيب انا حابب اعرفكم على التطبيقات الخاصه بهي الكاميرا من خلال، يعني اذا دخلتوا على موقعهم اللي هو www.insta360.com بتروح على داونلود، بتحط اسم الكاميرا انستا 360-air. اذا بنشوف هون البرامج، في عنا البرنامج الاول، هذا نفس التطبيق اللي شفناه على الموبايل، ويب كام سوفت وير منشان اذا حابب انك تستخدم هي الكاميرا توصلها مثلا باللابتوب او شيء، خاصه انه اللابتوبات الحديثه كلها صار فيها منافذ تايب سي. البرنامج التالي اللي هو انستا 360 ستوديو مشان تعمل بعض التعديلات، وان كانت صراحه مو تعديلات جوهريه لكن ممكن نشوفه بعد شوي. البرنامج الاخير اللي هو الغرض منه هو تشغيل الفيديو، يعني انت مالك حابب لا تصور ولا شيء بس بدك تشغل الفيديوهات فمحتاج الى برنامج. طيب اللي حورجيكم اياه هو الاستوديو، هذا هو انا اوريدي مشغله وحاطط فيه فيديو. اثناء تشغيل الفيديو طبعا او حتى بدون تشغيل الفيديو بامكانك انك تقلب الفيديو وتشوف جميع الأبعاد وجميع الزوايا الموجودة هون.
نعم، كيف حالك؟ خلصوا؟ السياسة دائما مقبولة. لو انك رجعت شوي لورا شايف؟ وبامكانكم طبعا تحط اكثر من فيديو وتنقل ما بينهم وتشوف الفيديو اللي بدك اياه. بالنسبة للخيارات الموجودة على هذا البرنامج ما راح اشرحها حاليا لانه محتاجة فيديو مستقل، اذا حابين ممكن نسوي لكم فيديو مستقل عليه. اذا هي الكاميرا شفناها تعرفنا عليها، مثل ما شايفين كاميرا كثير صغيرة، يعني ما بتتجاوز حوالي 5 سنتي. الميزة الأساسية انه بكل بساطة وصل شغل البرنامج صور. من ميزاتها كمان انه سعرها بالنسبة لكاميرا في ار يعتبر سعرها جدا مناسب. مثل ما حكينا بالنسبة للتوصيل في عندنا تايب سي مثل هي، وفي عندنا مايكرو يو اس بي. خلصنا منها، بنرجع نحكي خلصنا هي، نسكرها بهذا الشكل عشان تكون الكاميرا محمية من الصدمات. حاورجيكم بعض الفيديوهات اللي فيها، وأتمنى لكم رحلات وإجازات سعيدة إن شاء الله.